صبحكم الله بالخير وموضوع غير. واليوم بتكلم وملاحظتي عن جامعة البحرين وقرار إلقاء المواصلات على جميع الطلاب واستخدام وسائل النقل العام. اليوم أنا كنت رايح جامعة البحرين، انتظرت في الزحمة لمدة ساعة ونص للدخول البوابات المخصصة للطلاب. هذا القرار غير مدروس بالنسبة لي، تم اتخاذه بسرعة وغير مدروس، ترتب عليه ازدحام مروري وعرقلة الحركة المرورية وانزعاج من قبل أهل الزلاق ومدينة حمد بسبب الازدحام. هذه شغلة، وعدم توفر مواقف كافية لجميع الطلاب. مثل ما تعرفون جامعة البحرين فيها عدد كبير من الطلاب، وإذا كل طالب يستخدم سيارته الخاصة يبي لهم مواقف كثيرة. وحاليا جميع الطلاب واجهتهم موضوع التأخير عن المحاضرات. أتمنى من جامعة البحرين إعادة النظر في ذي الموضوع وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، خاصة أن جامعة البحرين ومخرجاته يشيد فيها الجميع. فنتمنى من إدارة جامعة البحرين أن قراراته ما تكون عكس الاتجاه وعكس مخرجات التعليم في هاي الصرح الكبير. وشكراً.